من المعروف إلى الجميع أن العرب توارثوا الطب التكاملي منذ عهد بعيد، وقد ورد ذكر ذلك في كتب الطب النبوي. فها نحن اليوم في إمارة أبوظبي ومن داخل مركز بلسم الريحان للطب التكاملي، حيث التميز والرقي في استقبال المراجعين ودقة المواعيد. فيهتم المركز بأدق التفاصيل لتوفير كافة سبل الراحة مع مرافق وتقنيات فاخرة وفريق من المعالجين المؤهلين تأهيلا عاليا، وأيضا تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم والتطهير، فشعارهم سلامتك أولا. وقد تأسس مركز بلسم الريحان للطب التكاملي ليقدم العلاج بالطب البديل الذي عرف عند العرب قديما، ولكن بأفضل التقنيات وأحدث الأساليب والممارسات بعصرنا الحديث، وبأيدي معالجون متخصصون في عالم الحجامة بكافة أنواعها. حجامة جافة، حجامة متزحلقة، حجامة الرطب، حجامة نارية، وحجامة دموية، كل ذلك لما لها من فوائد عدة وعظيمة، وذلك بوضع أكواب خاصة ساخنة على الجلد لسحب الألم وزيادة تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم. فتعتبر الحجامة هي نوع من أنواع العلاج الطبيعي والطب التقليدي، والتي تساعد على التخلص من الآلام على اختلافها. فتشمل فوائد الحجامة على استرخاء العضلات وإطالتها وعلاج مشاكل الجلد وضغط الدم، بالإضافة إلى التخلص من الآلام الناتجة عن الأمراض الروماتيزمية ورفع كفاءة جهاز المناعة، وتقضي على الالتهابات التي تصيب مختلف أعضاء وأنسجة الجسم، وبالتالي القضاء على العديد من المشاكل الصحية والأمراض. ويزودك المركز أيضا بخدمات علاج الأبهر وعلاج عرق النساء والتشنجات والتدليك العلاجي بالاهتزاز أو بضغط الهواء، وأيضا التدليك الرياضي العميق. كما يقدم المركز علاج كافة الإصابات الرياضية. فبكل هذه الخدمات العلاجية المقدمة من مركز بلسم الريحان، أصبح المركز من أهم المراكز التي تقدم الطب التكاملي ومن أشهرها وأنجحها كذلك. وهو مركز متميز يقدم خدمات علاجية بالطب التكاملي البديل.